هاي كيفكن؟ ينعاد عليكم بعيد الفصح للموارنة والكاثوليك وشبيبة الغرب وشعنين مباركة للروم وشبيبة الشرق. الليلة حلقتنا مثل كل حلقة قوية بس سقفها عالي. وضيفي بالجزء الثاني هو مايك فغالي اللي رح فرجيكم الوجه الثاني عنه. صدقوني الوجه الثاني ما بغشكم. يلا جو. دونالد ترامب طلبوه على المحكمة بأمريكا ولما راح كما شو وقفوه. مثل عنا نفس الشيء. لا مش لأنه كما شو، مثل عنا إنه راح على القضاء. نحن الشبيبة عنا أكبر من القضاء. صراحة لو دونالد ترامب كان بلبنان من جماعة بري ما كان راح على القضاء. أصلا ما كان حدا دق فيه، ما أصلا القضاء للضعيف. مش هيك يا أستاذ؟ لو هن بأمريكا مثل عنا بلبنان هون كانت راحت الشرطة تلقطه، كان تسرب له معلومات انه جايين وتخبى بدهاليز مصرف لبنان. سوري ما قصدي اقول مصرف لبنان، قصدي انه خلطوا علي الامور مع حدا تاني ما بعرف ليه. قصدي اقول انه كان هرب من بيته بلا ما يلقطوه. لو هن مثل لبنان كان رجل دين يلي بيتبع له دونالد ترامب كان قال عنه خط احمر. لو هن مثل لبنان كان اكثر شيء راح شرب فنجان قهوه عند القاضي وتسكر الملف او نام بالجرور. لو هن مثل لبنان كان طالب بكف يد القاضي، واذا ما زبطت كان النائب العام التمييز الامريكي كف يد المدعي العام الامريكي وقشطوا الملف وضبوا بالجرور. الله يسامحه كنا جنسناه ما زال عارف حاله هالقد بده يخبص. الاسبوع الماضي اطلق صواريخ من لبنان على الاراضي الفلسطينيه. على الاسرائيليه قالوا 100 صاروخ، لبنان قال لهم لا فشرته سوري بس 30 صاروخ. انا ما فهمت انه مبسوطين 30 صاروخ يعني مش 100؟ انه 30 صاروخ عم بيجذروا بيناتنا وبين اهلنا؟ انه 30 صاروخ وصلوا على الجنوب ولا جهاز امني عرف فيهم؟ وانا اذا بشرب مي مرتين بالنهار بيعرفوا؟ يا جماعه هول الصواريخ فيهم كان كل سهوله لما كان في خلاف بين حماس من مال وسوريا والحزب من تاني مال انه يستعملون علينا. فكرت فيها شو مره؟ يلي عامل حاله قبضاي يروح يحارب من بلده، نحن شبابنا بتحارب من بلدنا، ولما ظهرت براده انتقدناها وكان برضا الدوله اللي هن فيها، كيف اذا لبنان رافض هالشيء؟ ليش بسوريا وبالاردن بيلتزموا بالقانون وعنا لا؟ مهم قرروا الاسرائيلي يردوا، بلش الارتباك والتردد. صراحة بحياتهم مش صاير هيك، يعني مش صاير هيك بقلب الحكومة الإسرائيلية، إنه محتارين شو بدهم يعملوا، شو بدهم يقصفوا. لا كهرباء في، لا مي في، لا طرقات في، لا بنى تحتية في. يعني زعمائنا أذكياء، زعمائنا أذكى منهم، نشفوهم كلهم. هلا أنتم بتقولوا عنهم فاسدين، هيدي خطة مستقبلية وطريقة حرب نفسية على العدو، ما تستهونوها. زعمائنا كتير كتير شاطرين. بس تكون صريح، الإسرائيلية طلعوا أذكى منا. ليش الواحد يحكي؟ كنت تزعلوا مني هلا، بس بدي أقولها، جماعة طلعوا أذكى منا وأذيونا، أذيونا يعني أذيونا بقوة. راحوا ضربوا لنا مزرعة موز؟ نعم مزرعة موز، بتعرفوا شو يعني مزرعة موز هالأيام؟ هالأيام موزاتنا أهم بكتير من طرقاتنا ومن كهربتنا، هول عم يطلعوا لنا مصاري، صابونا بالصميم. بس أنتم ما بتعرفوا ليش ترددوا هالقد تقصفوا. اجاهم تهديد عالي النبره. شوفوا بيان حربي رقم 1 حركه امل المجلس العسكري، يعلن المجلس العسكري في حركه امل الجهوزيه التامه والشامله على كافه الصعد والاسلحه التكتيكيه والاستراتيجيه والثقيله للرد على اي اعتداء عسكري صهيوني، بل ونوعز الى كافه مقاتلين التجهز لامكانيه الدخول الى الجليل المحتل. الى الجليل هجوم. الى الجليل فايتين. هلا ما حددوا كيف فايتين. شو مخرج؟ على الموتوسيكلات؟ ايه بركي. فوت على الموتوسيكلات كونفويات. بس لازم رئيسكم يكون على راس الموكب. ما تقبلوا. شرفكم. وقت يفوت معكم نسوه هونيك ورجعوا. انتوا رجعوا نسوه هونيك. هلا شو بنفهم؟ انه امل معه سلاح تقيل. ليش؟ على اساس بس المقاومة معها سلاح. شو مخرج؟ شو؟ هن مقاومة كمان؟ هن مقاومة التحقيق الجنائي والقضاء، هن مقاومة الدولة والإدارة.
بس اكيد مش مقاومه اسرائيل. بركي كانوا بالماضي ويلي كانوا صاروا بغير حزب او برات الحركه. من هون من برنامجه اعلن حزب جديد، حزب املش. نعم املش، افواج المقاومه اللبنانيه الشربليه نسبه لشربي. كيف مخرج؟ اسم جذاب. وبطالب الدول تسلحني، بركي طلع على بالي شي نهار قاوم، ما حدا احسن من حدا. الاسبوع الماضي كمان اعلن الامريكان عقوبات على الاخوان الرحمه. صراحه انا ضد التدخل الخارجي بشؤوننا. شو مخرج بينت انه مش من قلبه؟ هلا هلا بظبطها، مش مطرح ما بعرف. المهم الشباب بلشوا اتهامات انه الاخوان الرحمه قراب من فرنجيه وناس ثانيه، لا قراب من القوات. أنا بالصوت والصورة من سليمان فرنجية شخصياً مع إنكار إنه بيعرفهم للأخوان الرحمة. شوفوا، عنا أصدقاء من 40 سنة، مش من اليوم، إحنا مش مثل غيرنا، بس واحد يصير معه مصريات بيصير صديقنا، بس يبطل معه مصريات ما بنعيد له مرحبا. نحن وقت اللي ما كانوا كل عمرهم جماعة مرتاحين، بس وقت اللي ما كانوا عندهم حجم مادة كانوا أصدقائنا وإخواتنا يلي هن بيت رحمة، وانا ريمو رحمي صديقي وخي، وانا بسافر انا وياه وبكذر انا وياه، ماني مستحي بهذا الموضوع ابدا، وضميري مرتاح وعلى راس السطح. جرب جبران بسيل يجيبهم، جرب يستهويهم، سبحان الله ما بيحبوه ما حبوه. طيب ضلوا اصحابنا واخواتنا. أنا ريمون رحمي كنت أطلع لعنده بالثمانينات وبالتسعينات صديقي الزلمة، لا بلش بال89 صداقتي أنا وياه، وبعده صديقي إلى اليوم. صار عنده طيارة خاصة، بقول له لا بنروح نسافر أنا وياك إيكونومي. أوكي زلمة بنروح بنسافر نحن وياه، بنجي نحن وياه، هذا على راس السطح. منا مستحيين بشيء أبدا. مش مستحلي شي مرة كان يحكي إلا ما جيب سير جبران بسير وإخشي بقول له تعال تخبني. ماشي يا بيك من الثمانينات في منه هالحركات؟ انك هين يا بيك. ليك هلا بخصوص جبران باسيل، ما قدروا يشتروه مثل ما اشتروا غيره، يعني طبيعي ما يحبوه يا بيك. بس مخرج هذا الفيديو كانه قديم، لا؟ بدنا نشوف هلا شو رايه؟ انا بقول هلا بقول ما تصدقوا، انا لا اصحاب ولا اخوهم لبيت رحمه. عم بكذبوا عليكم. اخ اخ اخ، بس كمان الحكيم 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 نفي انه على علاقه معهم. ايه الحكيم قالها مثل ما هي، هو ما بيعرفهم. هادي وريمون رحمه رايبيننا ومن ضيعتنا. ايه بنفوتهم على الكهرباء. ونقطه على السطر. ونقطه على السطر، فهمتوا؟ ليك هلا انتم بتعرفوا الحكيم. اخر مده حكيته مش كثير موزونين عم بيكونوا. ما بدي اذكركم بمش كل شيء ابيض لبن وانتم قوات، لان انتم قوات خلص انه صاروا قدامهم، بس اعتبروها لهيدي الجمله نفس الشيء مثل جمله نحن تاني نهار قادرين ننزل سعر الدولار لل 30,000 27,000. بالعربي مشبرح قطعوا له اياها، ما تلحقوه على الكلمه حرام على فوقه. هلا هو اعلنوا علاقتهم بقال رحمه، بس في كتار كتار صدقوني كتار على علاقه معهم. بكره ببينوا شوي شوي. روقوا لطشة اليوم. سمير جعجع، جعجع ليس صديقا ولا عزيزا، هيدي إيه لنبيه بري عنه، فكتب له جعجع لن استطيع النوم الليله. غريب ما تقدر تنام يا حكيم. بتعرف مين ما بيقدر ينام بالليل؟ يلي ضميره مش مرتاح وبأنبه على افعال عملها مثل الحرامي والفاسد والمجرم. غريبة البوست منك، ما بعرفك هيك. البطرك الراعي داعي لخلوة صلاة بحريسة وداعي لها النواب المسيحية. هلا في كم نايب ما اجوا لظروف برروها للبطرك، وفي نواب اصلا لا بيقدموا ولا باخروا مثل سينتيا زرازير يعني. بس في نايبة اعترضت انه هي ما فيها تكون مطرح فيه الشياطين، وهي بولا يعقوبيان. بيناتنا معها حق، كيف بدها تكون مع نايب مهرب 3 طن تمر ومصرح انه الاستعمال الشخصي تما يدفع جمرك؟ كيف؟ معها حق، كيف بدها تقعد حد نايب مؤسس جمعيه ان جي او لمساعده الناس بيشفط كل مصرياته وبيستعملهم بحملته الانتخابيه وبيساعد الناس اللي بديرته الانتخابيه بس؟
عن جد مع حق، كيف بدها تصلي مع نايب كان مخزن مدري كم طن مزود بعز الازمه يلي كنا فيها، كان ينكر على الاعلام انه الشقه له طلعت لمرته؟ عن جد هول الشياطين. بس خبروني انه الصلاه كان بتزهق. بعتذر، بعتذر منك يا رب، بعتذر منك، بس هيك خبروني قال في كثير نواب غفيوا. عندي صور. هلا انا قررت اعمل مثل ما كانوا شبيبه بنحب الحياه يعملوا بميشيل عون، يلقطوا صورة عم يرمش عينه يقولوا لنا ليكو نايم، فنفس الشيء رح اعمل. شو انتو احسن مني؟ يلا. هذا الشيخ نديم نعسان انه بيناتنا، طب التليفون ممنوع يلعب فيه بالكنيسة، انه اجاده قاعد ساعة هيك. وهيدا الثاني نايب علي يلي بيقلد الحكيم بالحكي نزيه متى، نايم من قلبه يعني انه عطية عطية للنوم. خبروني البطرك عيط له مرتين وعيه، قال له عيش تشنكر يا زلمة. في نايب تالت ما بعرف مين هو هيدا، هيدا أكيد شي نايب من الثوار طبيعي، بيناتنا طبيعي ناموا إنه عم ينحكى بشي مش لعمرن أصلا، مش هن بقرروا إنه قال شي ينعصوا. بس بعد فيه بعد فيه بعد فيه مكمل بالستيل ذاته، مش النازل مسيح بالكاسليك كمان، في ناس غطت عينها، في رئيس جمهورية سابق غطت عينه على الخشبة. شو مخرج؟ ما في خشبة؟ خي بعرف ما في خشبة لطشة هيدي خي لطشة. نعم الرئيس القوي، رئيس سيارات البلا جمرك، الرئيس اللي نقل كل فرش القصر على بيته مع المنافذ يعني كله على بعضه. رئيس النعم نعم بأمركم بأمركم. ميشيل سليمان كمان غطت عينه. إنه الزلمة كان مقضيها سهر على مصلحتنا وعم بيحمي برموش العين اتفاق بعبده. طبيعي تغط عينه شوفه. نعم مع لقوة راس هيدي. بس في حدا، بس في حدا ما كان معزوم على الصلاة لأنه أصلا منه نايب، كمان غطت عينه وسهي يعني بطل يعرف يكتب. ما عرفتوا مين؟ ولو جان علية عرفتوه؟ هيدا يلي لازم هو يراقب كل المشتريات يلي بتصير بالبلد إذا عم بتصير طريقة صحيحة أو لا. طب ما يصير فساد؟ مش عارفين انه في حدا هيك شغلته؟ طبيعي ما عم بيعمل شغلته. فكركم مين فضح مناقصة المطار؟ شو مخرج مش هو؟ غريب. هو بعده عم بيدرس الملف. هيته هو مثل وزير الاقتصاد ومثل مدعي العام المالي. غافي مهم. جان علية. ركز 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 وقرر يه في الكازينو. كازينو لبنان ماشي حاله، ليه ما منحركش فيه؟ هيدا الشاب رولون هناك عونه، ما حدا قرب صوبه بعد. وكيف بده اقبض اخر الشهر انا؟ لازم فرجيهم انا عم بشتغل. وقرر يعمل مكتوب هو مركز كثير وبعت هالشي. جانب شركة كازينو لبنان، الموضوع طلب ايداع المستندات والوثائق المتعلقة بالصفقات التي تجريها شركة طيران شرق الأوسط. بيرجع تحت بيقول لهم كمان والمرافق العمل التي تديرها شركة خاصة مع عبد الصالح الدولة، كمان بيقول لهم شركة شرق الأوسط. باعت مكتوب للكازينو ومسميهم شركة طيران شرق الأوسط. هيدك كان بدك تبعتها لهونيك بس ما خلوك، أو ما خلوك أو خفت فرحت عملت كوبي بيست. أهي شيء خي سهوة سهوة ولو سهوة. هلا صحيح عم بيشرب قهوه كثير بالمكتب ولازم يكون مصحصح انه ما في شيء يعمله، انه بس سهيت عينه الزلمه. هيدي سهوه صغيره قطعوا له اياها، يا ما سهوات قطعت كان غافي وعم بشنخر. الانتخابات الرئاسيه نسيوها الكل بشرفكم، في حدا عم بيحكي فيها؟ عم تسمع باسم ميشيل معوض مثلا، جوزيف عون؟ بس عم نسمع هلا مؤخرا بسليمان فرنجيه. من وين؟ من برات لبنان، حتى مش بقلب لبنان. ليك لدرجة انه القوات نسيوا وين وصلوا بكذبة ميشيل معوض، حال ضياع بين سمير ونوابه. هلا ما بعرف مين منهم ضايع اكثر، او سمير او النواب، بس الاكيد في ضياع. شوفوا معوض لا يزال مرشحنا، جعجع لن يصل اي رئيس من الممانعة الى بعبده. معوض لا يزال مرشحنا. بدكم تقولوا لي في شو فيها؟ طيب ما فيها شيء. شوفوا نايبه شو قايل. من الاساس هذه المعركه معركه سياسيه، واستاذ ميشيل معوض كان عم بيخوض معركه سياسيه ودور سياسي
والهدف ما كان إيصال الأستاذ ميشيل معوض إلى رئاسة الجمهورية، هو يدرك ذلك وهو صرح بهذا الموضوع، وهذا الاتفاق بيننا وبينه من الأساس. نعم، هيدا فادي كرم، فادي ما سقط، سقطته أنطوانات لفادي. عزيزي فادي قرره، أو لعبة ترشيحه أو هو مرشحكن. عزيزي فادي عم تلعبوا بالبلد، معرقلين الحوار كرمال معارك سياسية ضيقة وهو عارف. عزيزي فادي وعزيزي سمير، يعني أعزائي فادي وسمير، مين الصادق ومين الكذ؟ مش كذ، لا ما بدي أقولها. مين الصادق ومين المش صادق؟ الحلو فيكم انكم بتفضحوا حالكم كل مرة. بعد البريك ضيفي مايك فغالي، رح نتعرف على حياته الشخصية ونعرف أكثر عنه، وأكيد لا يخلى الأمر من كم توقع. مطرح ومطرح نتركن. مثل ما قلت لكم قبل البريك، ضيفي اليوم مايك فغالي. هاي مايك. هاي. وشي ينعاد عليك؟ وعليك يا حبيب المسيح قام. يا حقاً قام. مايك فغالي أو نمر فغالي؟ اثنين بيمشوا. شو أكثر؟ أنت اسمك الأصلي نمر فغالي. إي. بس كمايك بخدها فريندلي أكثر، كنمر لا ما بقبل ينقال غير دكتور نمر فغالي. دكتور نمر فغالي؟ في حدا بعت لك نمر فغالي؟ إي. بعتوا لك نمر بعد؟ أكيد مين؟ أكيد. في عندك تلاميذي بعتوا لي. تلاميذ شو؟ في عندك تلاميذ شو؟ لحظة، تلاميذ شو؟ تلاميذ بالجامعة يعني؟ في تلاميذ بالجامعة وفي تلاميذ بالحياة، وفي أهلي بعتوا لي بعد أحيان بعتوا لي نمر. عن جد أهلك بعتوا لك نمر مثلا؟ إيه أكيد. تلاميذ الحياة شو يعني؟ شو بتعلمون؟ كيف يسمعوا أصوات؟ كيف يحللوا هيك؟ لا لا، اللي بيكبرك بيوم بيفهم عنك بسنة، فبياخذوا حكمة بالحياة مني. إجمالا كل أسبوع عنا قعدة الشبيبة، مش ضروري يكونوا شباب يعني، صبايا وبنات أعمار معينة، بنطرح مواضيع اجتماعية بنعالجها وبنوصل لنتيجة فيها. قديش قديش اليوم قلبك رح يكون واسع؟ قلبي رح يكون واسع؟ ايه رح تتحمل بدك يحمل اسئلتي، رح تتحمل اسئلتي. قال لا، من هالناحية بحمل. تحمل؟ بحمل منيح. لأنه أنا قلت لك وقت قعدت أنا وياك بحمل قلت لك أنا مش من الأشخاص بيصدقوا كل هالاشياء. اهم بس شيء بس انا صار معي شغله، اهم شيء المجالس بالامانات. ايه بس في شغله بدي اطلعها بالامانات، طلعتها اصلا بلا ما احكيك، حطيتها على السوشيال ميديا. عن جد صار شغله، بدي ارجع اكرر انه انا ما بصدق هالاشياء، بس رح نسمعها هلا. انا بعثت لك فويس، كنا عم نتفق انا وياك كرمال نصور الحلقه اليوم، هي عم بحكي ب 30 الشهر. اوكي. قلت لك السبت بدنا نصور، عندك مشكله؟ قلت لي لا، قلت لي بس بدنا نصور بالاو تي في او بالملجا. بالملجا. خلينا نسمعه ونرجع نحكي. تمام، احنا بعدنا على موعدنا يا سبت الجاي، مش بعد بكره، سبت اللي بعده، يعني هي بتكون حلقه العيد بالمبدا. السبت رح بالمبدا رح تكون على الساعه 3. انت عندك مشكله بالسبت لانه بكون عيد وهيك او لا؟ خبرني. وشغله تانية، بدنا نعمل حلقه سبيسيال. ايه غير شكل؟ ما بعرف، انت بدك تخترع لي شو بده يكون غير شكل. مش هو اللي بس بيجوا بيقعدوا بتسمعوا لك وبصدقوك، بدي شارعك انا. بس ما بعرف نعمل شيء هيك سبيسيال. اصلا بقعد انا وياك جمعه الجاي بركب اولها بنشوف شو بدنا نعمل بنحكي. اوكي. اي على راسي حبيبي، بس شو قولك بنعملها بالاو تي في او بالملجا؟ ثلاث نقط. ليك ما هي الاو تي في ملجا تحت الارض تاني طابق، فاذا في شيء هونيك بيكون امان. ليك اذا ما صار شيء من هلا لسبت الجاي يا مايك، بدي احط هيدا الفويس على الهواء. انا قلت لك اذا ما صار شيء لسبت الجاي، وصار شيء بس ما قدرت ما احطه. بس ما عرفت انه هلا صار شيء، قبل هدتني انت انه اذا ما صار بدي احطه. لا ما حتى صار حطيته. هلا ما ها انه لا انا ما انا صار في لعب على الكلام. لا انا ما توقعت انه يصير صراحه. انت قال لك اذا صار رح احطه. لا بعدنا بالبدايه، بعدنا بدايه الامور. الاتي اعظم. انا عم بحكيك عن حلقه. شو 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 شوفك بشيء بده يصير بالجنوب؟ ما قلت لي بالجنوب انت يعني، بس انه شو شوفك بشيء، شو وضع امني بده يصير؟ انا معك بس انه انت ليلة راس السنة تسمع على الصوت. اوكي. ما في صوت، مين حكى؟ بليلة راس السنة بحلقة راس السنة ضمن الحسابات اللي بنعملها حكينا انه رمضان تقريبا بده يكون من 14 ل 20 رمضان المرحلة خطرة ودقيقة، وهنالك اعتداء سافر من الشيطان الأكبر على لبنان.
هيدي بليلة راس السنة أنا نقلت لك شيء من اللي أنا كنت حكيه ليلة راس السنة، بس أنت ما إنه ما بهمك الموضوع ما بتسمع الحلقة. لا مش هيك. طيب ليه خليني بلش أول شيء، في عندي كم شغلة بدي بلش فيهم. أول شيء ضيفة حلقة الماضية رئيس نادي الأحد الأستاذ تميم سليمان سألك، إنه مش سألك إنه قال اسأله كيف شو شايف نادي الأحد السنة الجاية، رأي على التسعة أو على العشرة، يمكن على العشرة أو لا. ليك نادي العهد مشكلته مثل مشكلة لبنان، نفس المشكلة اللي هي بروح الشبعان بيجي الجوعان، بس هيها يا خايف راح يربح البطولة. عم بقول لك بروح الشبعان الجماعة سبتين بيجي الجوعان، صار له 6-4-5 سنين. طب قديش بده ينطر تيرجع يحصل تيرجع يأول فريق مثل ما كان لازم يقوى، لازم يكون هو من 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 الأوائل. ما في عندهم خطر، ما في خطر عليهم، بس ما يهموا الأقاويل والأحاديث واللت الحكي اللي بدها تمشي أو اللي ماشي ورا ظهره، يضل مندفع بطريقه بيوصل لنتيجة إن شاء الله. طيب عندي شو كمية فقرة تانية اللي هي الذكاء الاصطناعي، بشوف على بشوف على الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بالعربي كثير ذكي، كثير ذكي يعني ببيضه، ما بجرسني مع حدا ابدا. خلينا نشوف، سالته انا عرفني عن مايك فغالي، ويتشات نحن ندردش. قلت له عرفني عن مايك فغالي، خلينا نشوف شو عطاني عن مايك فغالي. مايك فغالي هو مؤلف ومتحدث محترف في مجال الالهام والتنميه الشخصيه، ولد في الاردن عام 84. يا ريت بال 84 عمري. ونشا في الولايات المتحده الامريكيه حيث درس الهندسه الميكانيكيه في جامعه نورث كارولينا. مظبوط، هذا ذكاء اصطناعي. ايه ذكاء، كثير ذكي. مش بس كثير ذكي، انه 84 بده يزيد عليهم 18 سنه توصل لعندي. معليه. وهلا رح نحكي شوي عن شهاداتك. وقد عرف فغالي في البدايه من خلال موقعه الالكتروني مدونات مايك. انت عندك شيء هيك؟ لا 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 لا، هلا لازم. بعدني انا عم تحكوا انتوا عن مايك ثاني. الذي اساس هو عم يحكي عن مايك ثاني. في شغله. هلا انا ما فيني لومه، بلومك لإلك. ليه؟ انت حاطط مايك في غالي، خليني برر له شوي صغيره. اعطيه مايك غالي بالعربي، خليني اعطي الف غالي. هذا قلت له مايك الف غالي، ما خليني برر له شوي. حرام لحقه سمع حاله. حتى اذا بدك تجي معه ضده، حتى ما بدك تجي معه ضده ماشي. ما هو ذكاء، ما فينا هيك. والذي يتحدث عن التعزير والالهام والتطور وذلك الحين. نشر مايك العديد من الكتب والمقالات والمحاضرات التي تتناول هذه المواضيع. محاضرات بس كتب نهائيا بامريكا بروح كثير، بس ما عندي شيء ومش دارس هندسه. بجوز بالباست لايف كنت انتمي الى الاردن بمرحله من المراحل. انا مواليد ال 66 مش 84. باست لايف شو هو هيدا عملك مواليد 84؟ بركي هو فايت على الباست لايف وعم بشوف انا وين كنت وعم بيعطي. كثير ذكي. ذكاء اصطناعي. طيب مايك اسمك الحقيقي مثل ما قلنا نمر جوزيف حنا الياس الفغالي. نمر جوزيف حنا الياس الفغالي، الف غالي. العائله امك ليلى جروف، جروش من حيفا. من حيفا امك. اي. وبيك من البترون. بي من البترون، ورقم سجل 229، وعلى طول بننتخب بالبترون. بس السنه مين بننتخب بالبترون؟ السنة ما بعرف شو بده يصير بهالغلا البنزين اذا حنطلع ننتخب بلدية بمعنى. يعني بلدية ومخترة وعلى فكرة المجلس النيابي مش مضاين، حيصير في انتخابات نيابية هيك وانت بارونتيز. امبارح عملناها يلا منيح شعب. اجينا تغييريين مبسوطين بي فيهم. بيستفيد طيب. بيستفيد الشعب منيح. معليش. طيب مايك. نعم. انت حسب اذا بتحط على جوجل. نعم. محطوط عنك انت رابع ظاهرة حول العالم. نعم. شو يعني رابع ظاهرة حول العالم؟ بشو؟ يعني ظاهرة من أي ناحية؟ شو هن العجائب الدنيا السبع؟ ليش؟ هون بدك تسأل المنظمات اللي أعلنت هذا الشيء. في منظمة هن بيعلنوا شو لكن هن بيعلنوا. طب مين أول؟ مين هي الظواهر؟ ما هيدي كانت من شي 13 سنة. هلا ما بعرف هلا بالوقت الحالي مين، بس هاي من 13 سنة هيدي الأمور. خلينا شوي فوت بموهبة مايك فغالي اللي بيحكوا عنها، اللي هي شوي موهبة وشوي علم، مش كلها موهبة.
شوي موهبة، شوي علم، شوي معلومات. المعلومات بدك تكون دارس الماضي، تحلل الحاضر صح، تعرف المستقبل. هاي طبيعة يعني. أيون بيزبطوا معك؟ لما هل هاي هي موهبة أو المعلومات؟ ما في، بدك تدمج كل شيء ببعضه. ما في شيء بيزبط شيء ما بيزبط. ممكن شيء يتأخر لا 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 لحين صغير، بس لا ما في شيء. اليوم تيابك مش كتير هول الشيطانيين، الشيطانية. بس وقت لي تلبس بولو بس ماشي الحال. كان بدي ألبس بولو بس هيدي هيك بيناتنا ما تخلي حدا يعرفي. لا. حسيت حالي بس لبستها وانت قاعد قبالي بدي بين صوص. ليه؟ لا قادرك لحالك. كتير صغير بدي بين. قلت انا شو بوس العالم عودة علي هيك. عودة علي. بالبدلات تكون عاطي ضخامة. لا شو هذا؟ لك اياه. ووزني ضعيف. مايك انت بتسمع اصوات؟ يعني لا مثلا اذا واحد حكي هيك. لا لا صوت حدا. اوكي. لا لا مش تسمع اصوات. استمع. ايه. تسمع اذا انا حكيتك. استمع لاشخاص. تسمع صوتي. نعم. هيدي شهرت فيها انت بالاول. نعم. وما زلت. بعده لهلا بتقول لنا روح عند الحكيم او عندك كوليسترول او ما بتحلل لنا الصوت. خبرنا هيدي كيف بتصير؟ هيدا حسب سؤالك انت. انا ايه. بجاوبك. وفي منهم كانوا يقولوا لك الو. لا هيدي الله يوجه له الخير. فادي رعايدي كان جاري بالاشرفيه وركب علي وبالمسرحيه مشيت. انت ممكن تعمل ايه؟ لا نو لا جد؟ انا ولا ممكن اعطي شيء من عندي اذا الانسان اللي قدامي ما سالني. يعني حتى مرات تكون قاعد يجي حدا هون يقول لي شيء عني ما في جواب ما بعرف. بسالني سؤال كيفني؟ اذا كيفني انا؟ انت منيح. شو اخباري؟ شو جديده؟ انت منيح بس بدك تنتبه على صحتك. هلا بدها تعطى الهم امك. هلا تعطى الهم امي ومرتي. لا 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 امك الدنيا ام. يعني امي كل اللي بحبوني. طار ما بعرف انه. في عندك 8 أو 9 بحبوك مزبوط. لا في كثير بعالم بحبوني. لا 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 8 أو 9 بحبوك مزبوط والبقية بعزوك وبيتمنوا لك الراحة. طيب كمل لي شوي. ايه. كمل لي. ماشي بس بدك تنتبه. بدك تنتبه على صحتك وعلى سواقتك. عسوقتي كمان؟ إيه بس هيها مش أكتر من هالقد. طيب أوكي. هاو هني هاو اثنين بس. نا أوكي. طيب كيف أول شيء خبرنا هلا عن جد بدي نعم. فوت شوية تفاصيل. أوكي. هيدي الموهبة اللي عندك إياها، بنحكي عن الموهبة الموجودة. أوكي. بلشت معك يعني أنت وقت خلقت كانت موجودة أو أنت اشتغلت عليها طورتها كيف صارت؟ هي من عمر 4 سنين موجودة. بس ما كنت أفهم معناتها. وصلت لمطرح كان عمري تقريبا شي 14 سنة كنت بلشت براديو سترايك بالإذاعة أول مذيع صحيح. فاتعاطى بالتليباتي مع رفقاتي بدي غرض أنا بالإذاعة مش قادر أترك وطفل وين بدهم لا بعرف سوق ولا بعرف شيء خليهم هن يجيبوا لي الغرض اللي أنا بدي إياه بحاجة له بدي آكل بدي أشرب بدي شيء. اتعاطى بالتليباتي بعدين قررت إني نميها عبر دراسة. فأهلي أصروا أنه أعمل محاسبة وأبعد عن هالأجواء هاي كلها. درست محاسبة وصرت خبير محاسبة. أهلك كانوا يعرفوا فيها؟ هي طبيعي. أنه كانوا بالجو؟ طبيعي. أوكي. صرت خبير محاسبة وصرت رئيس المحاسبة الدولية لأكبر شركة تبغ في العالم. وبرمت هالدنيا كلها. جمعت مصاري. ترجعت درست البارابسيكولوجي والبسيكولوجي والبسيكو انرجي تخلصت منهم رجعت جيت درست لاهوت تشوف هذا الشيء يتعارض مع ايماني اما لا لقيت لا الامور كلها سوا مكمله لبعضها ما بيتعارض مع ايمانك لا 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 ابدا مع انه بيقولوا العرافين وهول بيقول لك حتى في هيدي بيقول لك حتى لو صدق شو اسمه شو هي ال كذب المنجمون لو كذب المنجمون إيه لا كذب المنجمون لو ولو صدق خليني افوت معك بها هل تؤمن بان النجم هو من دل على ولادة السيد المسيح النجم مش المنجم النجم هل تؤمن اكيد هنالك منجم قرأ النجم كي يذهب الى بيت لحم ما قرأ النجم لحق النجم يعني بيفهم لحق. بالنجوم كذب المنجمون اتت فقط هي مش موجودة بالدين المسيحي نهائيا أتت فقط لتضييع الأمور عن ولادة السيد المسيح بلا ما بس في كتير رجال دين بيقولوا هالشي أي رجال دين؟ في كتير رجال دين مسيحية عم نحكي خلينا نحكي من ديننا وبن ديني يعني نعم
في كثير رجال دين مسيحيه انه بيقيموا الايام. يعني كل سهرات راس السنه كانوا يقيموا الايام عليكم ثلاثتكم، يعني انتم طب ليش بيقعدوا؟ طب ما صار شيء، ليش بيعملوا لنا زيارات وبيقعدوا معنا؟ مش ضروري كرمال توقعات او شيء، لا بس كصداقه ليش بيعملوا هيك؟ لا مش ضروري كل رجال دين، بس في رجال دين عم بقول لك عندما العلم لا يتفق على راي واحد يعني في شيء غلط. انت معك دكتوراه شو معك اول شيء خبرني، معك دكتوراه دكتور باللاهوت، دكتور بالمحاسبه الدوليه، اوكي، دكتوراه بالمصالحات الدوليه، اوكي، ودكتور بعلم الطاقه الاجتماع. من وين هول؟ من اي جامعات؟ اونلاين كيف؟ لا 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 لا، انا دارس بكامبريدج ومخلص وشهاداتي مصدقه وواصله بكامبريدج لندن كامبريدج لندن. واكثر من هيك كمان هلا عم بحضر امور جديده، لانه اذا وقفت قراءه ما بعرف، على فكره ما بعرف لا بالايباد ولا بالتابلت وهو ما بعرف اتعامل فيهم، باسورد تبعيتي ما بحفظها، بعدني على الكتاب، بحب اسمع طقه الورقه. بس انت عشت بلندن درستهم هون؟ انا ايه طبيعي، انا عشت بنيجيريا، اوكي، عشت بامريكا، عشت بكندا، بلندن، بباريس، استراليا رحت لها اقل من 24 ساعه وفليت خفت. ليش استراليا بس فليت منها؟ خفت نودك؟ خفت مع انه يمكن امن الدول. لا انا من جوا في شيء خوفني. انا صار عندي حاله رعب لما ظهرت من المطار، عم بحكيك هيدي من 20 25 سنه، ظهرت من المطار فسحه كثير كبيره، عينيك ما في شيء بحدهم، حسيت برهبه، رجعت وهي مش معود، انت معود تطلع من المطار تشوف بنايات وجوار وتاكسيات. لا في فرق، انا من 20 25 سنه شو كان عمري يعني. فرق فيها رهبه القصه. طيب مايك انت مجوز؟ اعترف اني متزوج مدني، اوكي، بطريقه خاصه. من شو؟ من انساني. ايه من امرأة يعني؟ أو إنه لا إنه من امرأة أو من شيء خيالي؟ لا 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 لا، من امرأة حقيقية؟ ما أنا جاوبتك من إنساني، مش ما تقول لي من جنية أو من شيطاني أو من إرداية. في منهم مجوزين جنية؟ إيه إيه، وفي منها على جد. أنت معك اليهود بتؤمن بالجن؟ أنا أؤمن بالشيطان، أنا بكتابي بكتابي أنا المقدس لا يوجد جن. طيب وهيك يوجد الشيطان. كيف بتقول لي حدا مجوز جن؟ إيه بيقدر يتجوز جن، بيقدر يتجوز جن. طيب انت جوز مش جن، انسانه طبيعيه الا اجرتين وقتين وشقره وحلوه وبتشرني. ايه مجوزين مدني؟ ايه. وعايشه معك؟ لا. وين عايشه؟ برات لبنان؟ لبنان؟ ببيتها؟ برات لبنان. اوكي. كل ست اشهر بتجي مشوار، بتقعد جمعه، برجع بعد ست اشهر بطلع انا بقعد جمعه. هيك بنضلنا عاشق يعني ومعشوق. بتشوفها مرتين بالسنه؟ بزياده. شو بدي اكثر من هيك؟ شو بدي اكثر؟ عندك اولاد؟ اكيد في ولد يكون عندك اولاد تشوفه. لا ليش، هي بدها ساعة تجيب ولد، ما بدها اسابيع. طيب بس انه بركي انت عم مش عم تحسبه. شو عرفني؟ لا ما بدي ولد. ما بدك؟ لا. ليه؟ ما بتحب العائلة؟ مش ما بحب العائلة، الله يخلي لي عائلتي، في عندي اولاد اخوتي، هدول اولادي. اكيد الله يخليهم. وفي عندي اولاد بمبرات وبجمعيات، وعاطي اسمي كمان لعشر اطفال مشان ما يحطوا لهم لقيط، ينزل اسمي لهم. انا يعني هلا في كذا حدا مبات في غاله. ايه وعيطوا لي بابا. لا بس حلو الواحد كمان يكون عنده ولد منه. لا ليه؟ شو رح زيد او شو رح انقص يعني؟ وبلاها هالبذره ترجع تخلف. تطلع بتخاف يطلع مثلك بس هيجيك ولد؟ مش لازم يطلع مثلك، مش شيء عاطل قصدي، بس قصدي انه هيك يكون عنده. اذا عرضوا علي يستنسخوا مني ايه بعملها. في طريقه اهي من الاستنساخ انه روح يجيب ولد. ما فيك تضمن، ما فيك تضمن يطلع مثلك، ما فيك تضمن يعني عندك ما طبعا. فيك تضمن. انت هلا بتضمن ابنك يكون طيرجي؟ لا بس انه لما يعيش بجو مثل السياسي، لما يعيش بجو سياسي بيطلع سياسي ابنه. انت عايش بجو لا في فرق انه يطلع سياسي وبين انه يمسكوه يلبطوه يحطوه بالسياسي. في فرق كثير كبير هاي. لا انا قصدي وقت كل واحد عايش بالجو الا ما يلقط يعني، مشان هيك بتشوف اولاد الفنانين بيطلعوا فنانين واولاد لا مش كلهم يعني اللي بحب طبيعي يعني. طيب قبل ما افوت ببريك بدي اسالك بعد، انت قلت لي اشتغلت براديو سترايك. نعم.
انت كنت يمكن من اول الاشخاص اللي بيطلعوا مذيعين بيطلعين اف ام. كنا انا وكان في الله يوجه له الخير ست رندا المر كانت بجبل لبنان. قديش انا وياه هلا ابن وامه خي واخته صديقتي اللي هي الوحيده اللي بتمون علي بالحياه على فكره رندا المر. بس اذا بتجي قبل هاي المرحله كان اذا حدا طلع لها غنيه تقول لهم عطيتوها للفغالي اذا قال لقيت عش تنزل الغنيه بجبل لبنان خلص. طيب انت عمل فيتو. انت على ايام سترايك كان اسمك نمر. نمر لمده 12 ساعه اقل من 12 ساعه. طلع واحد قال لك من اي حديقه حيوانات؟ اي عن جد؟ اي طلع هيك على الهواء قال لك انا حديقه حيوانات؟ قلت له ليش طلع معك مايك؟ مش انا طلع معي مايك. أنا كان جوابي تحت باطي، قلت له في قفص فاضي جيب أمك تقعد معنا. أوكي. فإجا صاحب الإذاعة نبيل. إيه. قال لي هيك ما بيمشي الحال، بدنا نغير لك اسمك يصير اسمك مايك. أنا وقعت محل شاد الميكرو هيك معكم مايك فغالي ورا الميكرو. ورا مشيت المايك. مايك. معكم مايك فغالي ورا المايك. لا هي ورا المايك كانت هلا، كنا ميكرو، ميكروفون كنا ميكرو. طيب، رح فوت بريك. أوكي. بعد البريك عندي بعد خربان البيوت هونيك رح يبلش الأسئلة الثقيلة. وفي أكيد كم شو بتقول لهم أنت؟ كم رؤية شو كم سحسوح؟ لا هو اللي بتشوفه أنت شو النرو. أنا ما بشوف بلن أنا بحلل ما بشوف. طيب كم تحليل؟ الله يخلي اللي بشوفه. كم تحليل رح نحكي كتير أشياء. يلا بريك وبنرجع. ما تروحوا مطرح صدقوني ما تروحوا مطرح. خليكن معنا. نرجع معكم بعد البريك ومع ضيفي مايك فغالي. مايك؟ نعم. أنت رئيس لجنة انتخاب ملك جمال الكون. رئيس اللجنة التنفيذية لانتخاب ملك جمال الكون. تبلي مول معروف، ليش بعد لهلأ ما عملت هالحفل؟ بدك تعي جملة كبيرة؟ لا تبلي كلمة ورجع الشحلة. فرجينا. لا اسباب ماديه لا شو الشيطان؟ الشيطان الاكبر. مش لاسباب ماديه؟ لا نشكر الله. ليش بيكون لاسباب ماديه؟ لا بتكلف. لا 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 هاي اشياء بيكون فيها سبونسر. بس بايفنت مثل هيدا دول العالم كلها بدها تشارك. اوكي. ولا اؤمن بدوله للشيطان الاكبر المغتصب، فمشان هيك بعدني موقفه حتى اذا يعني بتفوت اسرائيل قصدك؟ لا طول مفهومه يعرفوا حالهم الجميع عندهم مستر يونيفرس ما فيكم تشتركوا. ما سمي بإسرائيل. لا أعترف بهذا الكيان وبهذا الاسم. طب مش هناك موقفة؟ اي طبيعي. طيب اوكي. طب انت عندك هدايا من بطاركة ومطارين. اي هدايا دينية طبيعي. يعني حتى في ما بدي احكي لانه وعدتك انه ما احكي. أوكي. بس في هدايا كتير كتير مهمة. اي طبيعي. ليه؟ انه ليش بدهم ياخذوا مايك فغالي؟ ليش مش شارب الابونطون مثلا؟ ليه بده يكون شارب المدام في مايك؟ ليش بدهم ياخذوا مايك؟ ليش بدهم ياخذوا مايك؟ شو بتقول لهم شيء مثلا؟ لا 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 ابدا. حتى في اشخاص وجها لوجه ما بعرفهم اجوني عن طريق اشخاص من القدس. في يقول عن الهديه هي من القدس؟ اي وحده منهم؟ الصليب اما الكنيسه او الشوك؟ الشوك. اي اكيد فيك تقول. انت عندك تاج من الشوك من الشوكات من العلايقه اللي عملوا فيها التاج الاصلي للمسيح. مزبوط. ومعها سيرتيفيكيت يعني معها شهاده ممضيه من القدس. أي. مين هديك اياها؟ فيك تقول او ما بدك تقول؟ قول اسم؟ لا مين؟ عند تايتل او لقبه او شخصيه دينيه مرموقه جدا من القدس؟ نعم. طب ليه؟ انت رايح شو مره على القدس؟ بالجسد بالجسد هيك لا. لا 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 بالجسد لا. ايه. ولكن بالروح ايه رايح كثير مسافر لهونيك كثير. بالروح كلنا بنروح بالروح. لا في فرق بين روحتي وروحتك. شوف حدا بروحتك انا بشوفه بالاحلام. طيب لا عن جد ليش طب اذا ما بيعرفوك ليش بدهم يبعثوا لك هديه؟ ليك ربنا بس يرضى على انسان. هديه شغله مهمه. ربنا بس يرضى على انسان
بحبب خلقه فيه. يعني إذا في شخص بيكرهني هذا الشيء ما بدل إنه التبعية كلها تكرهني. لا، ممكن يكون في كاهن أو شيخ ما بيطيقوني، بس ما فيك تعمم هذا الشيء على المشايخ أو على الكهنة أبدا. قد ما في عندك هدايا. نعم عن جد لفت لي نظري أعمل حلقة معك، صلبان أعمل حلقة معك. نعم. إنه بنعملها بركة برانية على السوشيال ميديا تحكي عن كل وحدة، لأنه في إشي كتير مهمة وفي إشي قلت لي ما بدك تحكي عنها، بس إنه في عندك إشي كتير مهمة. طيب إحنا نعملها هيدا أكيد شي نهار أكيد. أنا طيب أنت نرجسي كتير يعني هلا من جو. لا ليش بدي أتعالج؟ شو لا ليه؟ مش كتير منيحة. ليه؟ حلو من مايل، بس إنه مايل تاني من أي مايل حلو من أي مايل مش حلو. مايل حلو إنه أوكي عندك ثقة بنفسك، من مايل تاني إنه خي ما في الواحد يحكي معك دغري إنه تفكر حالك شيء. لا 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 ولا مرة فكرت حالي شيء. اللي بعرف أقوله بجاوبه، ما بعرف أقوله بكتسب نصيحة منك تخزنها عندي تصير أعرف أقولها لمرة تانية من كل حدا. إيه طبيعي، الكبير أو الصغير أو حيلا حدا. مشان هيك قلت لك تلاميذي بيستفيدوا مني، لأنه أنا في أشياء كتير أنا مش من عمرهم، في أشياء هني بالحياة بيعرفوها صاروا أكتر مني، أنا بكتسب خبرة منهم كمان تقدر الجيل اللي بعده نقدر وصل لهم إياه. قد إيه معك مصاري مايك؟ يعني نشوف عندك بيت. عندي فيلا. عندك بيت بالأشرفية. عندي فيلا باللقلوق. عندك فيلا باللقلوق. وعندي بيت بحرشتاب الدكويني. اوكي. عندي بالاشرفيه. وعندك برات لبنان. وعندي ذهب. عندك برات لبنان. عندي برات لبنان اكيد. طب من وين كل هالمصاري؟ طب لما ما انا تساعد حدا؟ لحظه، ما انا بلشت لك انه انا رئيس محاسبه دوليه لاكبر شركه تبغ في العالم. طيب هسه طيب. يعني عم تحكي من قد ايه؟ شو من قد ايه؟ كم سنه؟ طبعاً من رياض سالي قبل كان يقول لك هو كان رئيس لا 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 ماري لا لا رورو شي وانا شي عيد الشبا رورو شي وانا شي بس هيك يعني مش انه شبهتك فيه يعني لا انا من عمر تقريبا 13 14 سنه وقت ما بلشت بسترايك كل شيء بقبضه قديش بصرف اللي بيبقى من مصروفي بشتري فيه ذهب وين حضرتهم؟ أنا بيتي باللقلوق وين بيتي باللقلوق اشتريته بعد ذهب واشتريته الذهب أحلى استثمار اشتري جرام طب من وين بتطلع مصاري؟ أنا بس من وقت جرام. سترايك؟ لا يا حبيبي عندي شركة إنتاج أنا كان عندي استوديو بالأشرفية أهم فنانين مصور لهم كليبات فيه بس بانفجار بيروت الله يوجه لهم الخير طيب ما ضل في شيء منه لا كاميرايات لا كنترول لا كروما ولا استوديو من اساسه ضل هيدي واحد اثنين ما زلت مستشار لاكثر من شخص من خارج لبنان مش سياسي ولا بعالم المال بعالم الحياه في ابلكيشن بيتصلوا فيها هاي بيدفعوا لي حتى اللي يحكوا معي او بدهم يحكوني على خطي المجاني ممكن يطول تيلقط الخط معه لانه في ضغط كثير اللي بده يحكيني على السريع بيقدر يطلب يعني على يعني بتطلع مصاري من ايه نشكر الله اكيد من هالمهنه اللي متبعها مش مهنه شو هي مش مهنه بتطلع مصاري منها ايه بس مش مهنه المهنه اللي بتشتغلها بايدك انا عم بشتغل بعقلي انا شغلي بعقلي وعامل تامين على عقلي في حال صار لي ايزهايمر او شيء بيقبضوا اهلي طيب راح لك مصاري بالبنك؟ اي رحله 32000 دولار 32423 دولار و52 مليون بس من قلبهم بدي اجيبهم طيب هول مثلا صح هلا اكيد كلهم رح يسالوا نفس السؤال بدي اسالك اياه ليش ما شلتهم قبل ليش ما شلتهم ما زالك انت ماشي بغالي وبتعرف شو بده يصير؟ تقول لك شغله ما خليت حدا من رفقاتي مصرياته بالبنك كلهم تحكيت معهم يشيلون ومنهم اولاد اخوتي بس انا ما بشيلهم لا ما بشيلتهم لاني واثق انه بكره حارجع اخذهم كاملين يا حرام يا مش حرام. مش رياض سلامي يا حرام لا رياض سلامي ولا مئاتي ولا اللي اكبر منهم بياخذ علي ليره هي علني ان شاء الله ان شاء الله مش بس عليك ان شاء الله ما لا لا لا, لا مش اخذين على حدا بالقوه المصاري راجعه
ترجع على دفعتين او ثلاث دفعات. اذا تحت ال $100,000 فوق ال $100,000 بيعطوك 100,000 والباقي بفوتوا معك سندات خزينه خارجيه. هيدا شو هيدا توقع؟ هيدا اللي بده يصير. بدك توقع اعتبره توقع كامل. لا بس لانه هيدا عم ينحكى انه كل العالم عم بيقول لك انه بدهم يعطون. ما انا عم بقول لك انه هيدا اللي حيصير. عم تقلي توقع بس انه فوق ال 100,000 ما كانوا معروف كيف بدها تصير. لا فوق ال 100,000 بالبنوك. لا لا فوق ال 100,000 بيعطوك 100,000 والباقي بفوتوا سندات خزينه دوليه. دوليه؟ اي لانه مين بعد بيوصل يحط مصاري بالبنك؟ ما هيك من مين دول اصلا هيدا بفوتوك بلا مصاري كمان؟ اجمالا هلا بده يبلش العمولات الرقميه هلا من هون الى 4-5 اشهر. من هون لأربع خمس أشهر بلش الانهيار البورصة العالمية تيقدر. هي أمريكا كل ما علت الفايدة اعتبر أنه هون صار في انهيارات بالدول اللي تتعامل بالدولار مثل مصر، سوريا، لبنان، فلسطين، ما سمي بالشيطان الأكبر البلد المحتال. بننهاره السعرية دنيا نهاروا كمان؟ نهاروا خلص خلصوا، خلص تاريخهم، خلص وقتهم، خلص وقتهم، وصلوا لحد فاصل بطل في عندهم رجوع. أنت سفير أو كنت سفير سلام للمنظمة العالمية لحقوق الإنسان بالمنظمة الدولية لحقوق الإنسان. أي كنت سفير ومعك باسبور من الأمم المتحدة. أي كنت سفير، حسيت إنه صحياً بطل فيي تابع مهامي. قدمت استقالتي، كرمت بباسبور دولي. حلو سافر فيها اخرامك لا بتروح من عام وبتفوت منصه وماشي. يعني صدق انه ما بفوت بلد اذا مش عاطيني فيزا على باسبور اللبناني ما بحط اجري فيه للبلد. اخي ليش ليش مثلا ليش اللي ما بيحترمني كلبناني ما اخر همي اذا بيحترمني كسفير او كاي شيء تاني. انا لبناني العالم مش مختلفين بس معك باسبور تاني. انا عرض علي جنسيه دولتين. ايه ورفضت. انت ما معك غير الجنسيه اللبنانيه ولا بحمل غير جنسيه؟ وفين بيناتهم دوله عربيه عرضت علي جنسيه ومش من وقت كتير زمان وانا رفضت. غير لبنانيه ما بحمل. والسفاره ما بدها مثلا اليونان رفضوا يفوتوني. فكرك بفوت اذا معي فيزا فرنسا بفوت على اليونان ولا ممكن فتله؟ ما بفوت. ما دام هن رفضوني كلبناني فوت لعندهم ليش بدي اروح لعندهم؟ بصرف مصرياتي عندهم وبجي ما بدي. مايك نعم. ليش بتعرج؟ ليش؟ ما بيعرف المشاهدين انت بتعرج. في امور متداخله بالحياه. اي في امور مرقنا فيها على صعيد الحياه. شو محاولات من جهل من جهل البشر. اي وعبط الأطباء وتسرع البعض فأمور كثيرة اتداخلت خلت الموضوع. هي الأمور مش عرجة، الأمور تركب ورك. أوكي الورك اللي تركب ما كان في شيء اسمه بعد قياسات وطلوع منزول. طلعت الميلة الفجة اللي فوق من الركبة للخصر أكبر من هالميلة. أوكي أنت شو قاعد يعني كسرت وركك أو شو صار؟ ماك الخباط. هيك الخبيط؟ خباط. من مين؟ من مكان. لا مين مين ليش بده يعتد عليك؟ ليش ما بحبك يفل؟ ليش بده ليش بده يعتد عليك؟ هيدا الشيء اللي كان ولي حالة النرجسية عندي. إنه أنت ما بتحبني حر بس ما فيك تعتد علي. 100%. فأنا لا. بس أنت في حدا كمان معتد عليك مرة تانية؟ سبع مرات. سبع مرات؟ سبع مرات. لا بس في واحدة وفي مرة محاولة جدية جدا. ايه شقفتين. في مرة سيارتي كان معي السي 5 موديل سنتا. شو عملوا فيها؟ كسروها؟ فجروها؟ يا ريت. حسيت في شيء غلط، وقفتها على الاوتوستراد نقلت لتاني ميلة. هذا عم بحكيك بعدها كانت على أيام نهر البارد. وأيام سيء الذكر تبع صيدا احمد الاسير فكان مهدور دمي وبعدني لحد هلا مهدور دمي. عادي بالنسبه لك انت داعش كمان يتعرضوا لك؟ لا اوف
أوف. شطبوك بالسكين. كان عم بجرب هيك يشيل الموزات مسافتي. عباله قصب كان. اخ يلا. طب مايك انت بتعرف انه في ناس بيصدقوا ظاهرة مايك وبينطروا لمايك مثل ما بينطروا ميشيل، مثل ما بينطروا ليلى عبد اللطيف، بينطروكم مثل ما بينطروا استاذ سمير توم، دكتور سمير توم، مثل ما بينطروا ماجي فرح، مثل ما بينطروا كارمن شماس. بس ماجي فرح مثل ما بينطروا سحر على الابراج لا 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 ما في حدا غير شيء. لا ماجي فرح عم تحكي في علم، في علم فلك وعلم نجوم عندما يكون هنالك علم ابراج. لحظه يا بي، لما بكون هيدا علم، هاي شو هي بالعلم؟ شو هي هاي بالعلم؟ كبايه. كبايه. طيب ليش كارمن بدها تقشع قنينه بالعلم ذاته؟ ماجي بدها تقشع كباية. هلا أنا مرة صار مدام خوري بدها تقشع بريق. لا مدام هو علم يعني الكل بده يجتمع، ما في شيء علم، في إحساس وفي تطلعات وفي حسابات. أنا مرة سألت هالسؤال، أنا كان عندي وجهة نظر فيه هيدا، إنه إذا علم لازم يكون مثل بعضه، بس قالوا لي شوف بالاقتصاد. أيه؟ بالاقتصاد بتشوف كل رجل اقتصاد بيعطيك نظرية غير عن الثاني كليا، بس عنده مشكلة ذاته. ايه بس في عندك باز وحدة منطلقين منها، هن في عندك باز وحدة منطلقين منها وهن عم بيعطوها حسب رؤيتهم. خلينا نحكي عن انتوا الثلاثة اللي تقريبا مثل بعض. أكثر من ثلاثة. انتوا الثلاثة أكثر من ثلاثة. مايك فغالي، ليلى عبد اللطيف، ميشيل حايك. اوكي. 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 أنت بتعرف إنه في عالم بينطروكم وفي عالم ما بيصدقوكم. ما يصدقوا بس بينطروا. ما في عالم ما بيحضروا. ما في. انا وقت قلت لهم ضايفه مايك فغالي قالوا لي في منهم كثير انبسطوا، فمنه قالوا لي شو جايبه؟ ما بقول لك لشو جايبه بس بكون عم بيحضر. بتحضرني ليك اذا بدي اشوف اذا عم تحضرني على الفيسبوك مش لا لا ليك دائما اللي بيكرهوك بتابعوك. اللي بيكرهك بتابعك حتى يلاقي لك ذل يمسك عليك. بس ما يلاقي هالمذلة بصير أعز صديق وأخ لألك. هاي خدها قاعدة. طيب خليني كمل سؤالي. نعم. ما بحب، خلينا نقول ما بيصدقوا. أوكي. في عالم بيصدقوا. أوكي. أنت إحساسك وين الأكثر؟ اللي بيصدقوا مايك فغالي أو اللي ما بيصدقوا مايك فغالي؟ لا فيني أخذها حسب تجربتي بالحياة. أي. حسب لقاءاتي حول العالم. لا اللي بيصدقوا اكثر بكثير. بيصدقوا اكثر؟ ايه. يعني قدام الناس بيقولوا نحن ما بنصدق، بس هن فعليا بيحضروا مايك فغالي. فعليا بيحضروا وبيتصلوا يمكن على ارقام المجانيه. انت وين بتحط الارقام المجانيه؟ مين بيعرفها؟ كل العالم من وقت الاو تي في، وقت كان عندي برامج على الاو تي في بيعرفوا الارقام، وبيعرفوا انه من الاثنين للجمعه من التسعة الصبح للأربعة بعد الظهر خطوطي مفتوحة فور فري لكل شو البشر. شو بتفرج؟ بترد عليهم ألو شو بيقولوا لك؟ شو أكثر الأشياء؟ شو أكثر الأشياء بيطلبوها منك؟ حسب. في ناس بتكون تعبانة نفسياً بس بحاجة إنه تحكي تفش خلقها. مش ضروري إنسان يكون عم بيتصل فيك حتى لي تتوقع له. بصير في صداقة هون، بصير الإنسان يشكي لك همه وأنت تعطيه آراء تساعده حتى لي يظهر من مشكلة. الحياة مش كلها توقع عنا. طب أنا مثلاً إذا هلا اتصلت فيك قلت لك مايك بدي اعرف انا ما بعرف عندي عمليه، مش عندي عمليه، عندي وجع بدي ما بعرف طلبت منك شيء. ما هو ما فيك ما تعرف. لا اذا انت ما عرفت انا ما حعرف جاوبك، كثير عاديه. وفي امل انت تعرف وانا ما اعرف جاوبك، منه شرط انه انا اعطيك اجابه، منه شرط ابدا. طب الشخص كل ما يحكيك فيك ترجع تقول له اشياء جديده؟ يعني انا اذا قلت لك اربع حسب مرات حسب اسئلته. الانسان حسب شو عم بيسال. ما في شيء اسمه انه كل ما حكاني اعطيه شيء جديد. ماني فاتح كتاب تاريخ وعم بقرا منه انا. لا بس قصدي انا انه انت طالما انت قاعد معي كل ما احكي انا بصير يخطر عندك اشياء من صوتي. لو شو ما خطر عندي ولا ممكن انطق بحرف واحد. هيدا الشيء اللي بيمنعني اعمل زيارات للعالم. انا ما بعمل زيارات لحدا لانه البيت له حرمته وله سريته وله كيانه وله قدسيته. طيب. وانا عندي يمكن نعمه يمكن نقمه انه بس اسمع صوت باردفو في اشياء بتحلل لذهني. ففي اسرار بالبيوت مش اصول انا اقتحمها بلا استئذان.
ابدا مش حلوه. اذا عم تحضر مثلا مسلسل على التلفزيون اشتم مسلح حكيت تحكي احكي الحكي مش بدي فيها. لا بس انه بتحلل. لا 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 هون انا عم بحضر فيني ما احضر بس لما اتواجد بمكان في شرط مجبور. يكون بيحكي عربي الانسان الصوت ما له يعني لغة. اذا مثلا حدا امريكاني اجى لعندك الصوت ما له لغه. على فكره عامل محاضرات ببوسطن يعني لو كان امريكاني بحكي واذا كان اسباني بحكي واذا كان ايطالي بحكي واذا كان عبراني بحكي واذا كان من الشمال او من بيروت او من زحله بحكي. اوكي هيدي اوكي no. ما في مش ضروري ما الصوت ما له ما له دوله. طب ما شو بتفرق عن ميشيل حايك وليلى عبد اللطيف والنبي رأفت نشأت اي النبي نشأت شو رايك بزهرة النبي نشأت وليش حيربوه لقالوا انتم ما حيربوكم؟ لا هو نصب نفسه نبي واله كوكب ويجتمع مع الاله ويتحدث معه في الشؤون العامه. اخي طب انت هيدا مصدق انه في جنيه بركي هو عن جد الزلمه هيك يستفيد. انا ما جيت ضده. انت مش ما عندك مشكله. انا ما جيت ضده ولا جيت معه قلت له الطريق اللي اخترته خطا. بس هاي اللي بعت لها اياها لكارمن قلت له الطريق اللي اخترته خطا لحق حالك قبل فوت الاوان. ما بعرف اخذتها بعين الاعتبار ما اخذتها بعين الاعتبار. انا كارمن حبيبه قلبي وبعتبرها شيء كثير مميز شيء كثير رائع. ما ميشيل حايك ليلى عبد اللطيف مايك غالي مين نمبر 1؟ ما في نمبر 1. انا شغلتي علاقتي دايركت مع العالم. انا بحكي مع العالم مباشر. هني ما بيحكوا مع العالم اتصالات. هني بيطلعوا بيعطوا توقعات. انا شغلتي مع العالم. هلا اذا بدي احط بين ميشيل وليلى ودكتور سمير طوم بقول لك ميشيل هو الاول طبيعي. واذا كنت انا بيناتهم بضل هو الاول بدل هو الاول. بس شو انا عنه انت ما عم تحكي مع الناس ولا هيدي هي ايه انا برامجي هو بيقدر يعمل توقعات على الصوت؟ ما بعرف بس لحد هلا لو بيقدر يعمل هو كان عمله الام تي في. هو انسان من الاشخاص القوايا اللي بيقدر يستشرق المستقبل بينما انا برامجي كلها لايف يعني 12 سنه بالاو تي في لايف ما في برنامج مسجل. الاتصالات مباشرة إذا في كلمة خطأ ممكن المتصل يحكي الشيء. طيب بعد ما دقيقتين يلا بعد ما دقيقتين مين الأجهزة الأمنية بيعطيك معلومات؟ مين بيعطيني معلومات؟ السياسيين يلي عطاني المعلومات. أنتوا عم تحكيني على التليفون إنه الملجأ لك مين؟ ما بده مين يحكيهم يا عمي يا زلمة تعمل لي مثل هونيك مثلا بقول لك الأجهزة الأمنية بياخذوا منك معلومات؟ أعوذ بالله بياخذوا منك معلومات بياخذوا من غيري مني أنا لا ما غيري قال إنه المخابرات بياخذوا منه معلومات. أنت ما بيحكوا معك مش صاروا مخابرات بالله. يعني إنه ولا قاري حدا أنا. مئاتي شو شايف له المستقبل؟ بدنا ننهي فيهم بس على السريع ننهي فيهم ننهي عليهم كمان. ليلة رأس السنة حكينا إنه يحاكم خارج لبنان وبلشت محاكمته ليلة رأس السنة حكيناها وعنوان العام كان الحاكم يحاكم حاكم مصرف لبنان أحو خلص خلصوا زيتاته هو وخيه وابنه وصاحبته وولاد صاحبته وولاده بالباطل وإخواته. جبران باسيل شو سؤالك؟ تجوبك يا دغري هيك دج مش عسالك إذا حجر الجمهورية لأنه هو أصلا أنه مرشح خلص. بس أنه بالفترة الجاية أنه في ما بعرف أنه يصنع شايف شيء معين يصنع رؤساء مش أكتر يصنع رؤساء رئيس يصنع رؤساء رؤساء او رئيس ما في عندك هلا رئيس مجلس في عندك انتخابات معناتها في عندك لا تغيير رؤساء بمجلس لما يكون 3 4 رؤساء وما راح يجي يعني بعدين بدنا لا, لا لا مش عم نحكي هون رئاسات صانع رؤساء يعني في عندك رئيس مجلس وزراء في عندك رئيس مجلس نواب وعندك رئاسة الجمهورية. سمير جعجع الله يحميه الامور مش لمصلحته بهيدي الفترة صحيا صحيا وامنيا وعلى فكره جبران امنيا وضعه دقيق. الرئيس غادة عون قرار مهم جدا تاخذه قبل الاعتزال قرار صادم يصدم القضاء والشعب اللبناني اصداؤه تصل الى اكبر محافل العالم قبل وفي شو؟ المستقبل قبل شو؟ الاعتزال اعتزال اعتزال وفي المستقبل مش بتعتزل منقشعه
وزير عدل وعم بتربي الامل بروسهم. ما بتقدر، وزير عدل ما عنده كثير صلاحيه عليهم. مين مين مين؟ ما عنده كثير صلاحيه عليهم. هلا لانه سياسي ما عنده صلاحيه. طب مايك بدي انهي بعد ضيفي حلقه الجي. حلقه الجي ضيفي العميد مصطفى حمدان. فاكيد رح تكون حلقه والعاني مثل العاده مع العميد مصطفى حمدان. اول شيء شو في شيء بتشوفه للعميد مصطفى حمدان؟ شو بتشوفه؟ بقول له هو شرف لكل لبناني من وقت ما كان الحرس الجمهوري لحد اليوم. هو شرف لكل لبناني وسام يوضع على صدرنا يكون في انسان مثله مقاوم وشريف. طيب بس هذا مش توقع، في توقع؟ مش شايف توقع. انت مش انه على طول بيكون في توقع؟ لا لا لا، في معقول اوقات ما تشوف شيء؟ ايه اكيد ما بشوف، اجمالا ما بشوف، بحس ما بشوف. بس اللي بقول له اياه انه شرف لنا كلبنانيه انه نحن معاصرين وهو بهيدا العصر. بكره الايام بتبين لهم من هو هذا الانسان الكبير. اوكي طيب بس في رئيس جمهوريه قريبا؟ في رئيس جمهوريه. مين؟ بالربيع. مين؟ بالربيع. مين بيجي بالربيع؟ مين بيجي بالربيع؟ زياد بارود؟ لا انت قل لي، انت 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 ليه بتحبوا تحرقوا اسماء؟ لا انت قلنا ما في حدا من المرشحين هلا اللي موجودين هلا اللي هيك عم بيلعبوا تيم فوق فيهم. اذا ضبطت رح احط انا اقول لك. خلص خلص مايك ثانك يو، خلصت حلقتنا. انا بدي اشكرك يا حبيبي، كانت سريعه وكانت مهضومه وهيك. ان شاء الله بدي اشكرك، كون قدرت فرجيتكم الوجه الثاني لمايك فغالي. هلا انتم بتقرروا بتحبوه او ما بتحبوه، انا ما لي علاقه. شوفوا بينكم وبينه. ثانك يو مايك. الله يخليك يا حبيبي، ان شاء الله بتضل بهالهمه. انا بدي اعمل لك توقع باخر الحلقه. يلا انتبه لقلبك. ايه ان شاء الله يمرق هالوقت على خير. يلا باي، بشوفكم جمعة الجاي مع ضيف العميد مصطفى حمدان نفس الوقت.